تاريخنا بيحكي اليوم عن دير مورتمورا اهدن. هالدير يلي بالنسبة لكتير من الناس هو مزار أو كنيسة صغيرة. فعلياً هالدير هو مهد الرهبانات المارونية. من هون انطلقوا وحملوا معهم من تراب اهدن وزرعوا، والزرع أثمر أثمر قديسين مثل شربل، نعمطلة، رفقة والأخ إصطفان. هيدا الدير انبنى سنة 1339 بعهد المطران بطرس، مطران اهدن بوقتها، واليوم ما بقي منه إلا قطين متلاصقين من الحجر المعقود. هالمطرح كان على مر التاريخ مقر لإقامة كتير من أساقفة اهدن، وكمان مقر لإقامة رهبان ونساك كتار. أما الحدث الأساسي اللي صار هون كان سنة 1695 وغير وجه هيدا المطرح. بوقتها البطرك المكرم إصطفان الدويهي ألبس الإسكيم الرهباني لثلاث شبان من حلب، جبرايل حوا، عبدالله كراعلي ويوسف البتن، يلي كانوا بحلب ولحقوا بالبطريرك الدويهي بعد ما تأثروا بشخصيته وروحانيته وبوعظه وقتها كان خوري بحلب عم بيوعظ. بعد خمس سنين بسنة 1700 ثبت البطريرك الدويهي قانون الرهبانية، وهالشي تم بمساعدة ورضا مطران اهدن بوقتها المطران جرجس عباد بن يمين. هالمطران بيذكره الأب عبدالله كراعلي بكتاباته وبيخبر عن رسامته الكهنوتية على إيديه، وكمان عن العمل الرعوي يلي طلب من الرهبان يساعدوا فيه بقلب رعية اهدن صغرتها، وخصوصي من خلال تعليم الأولاد. واليوم بيبقى دير مورتمورا النبع يلي انطلقت منه الرهبانيات المارونية الثلاثة، وانتشرت بالعالم وأعطت من بعضها، وبعدها لليوم عم تعطي رهبان ورهبات قديسين.